الله يا استاذ محمود الكلام ده ما ينسكت عليهم ابدا يا اخي ابدا والله. ايش بك ايش فيك يا استاذنا الفاضل؟ دي استغارتي انا ما داير ادرس في المدرسه دي بتاتا البتيتا. يا ابو ايش بك معصب انت وداخل واستقاله ما استقاله؟ ايش هذا؟ ايش صار؟ هاي اقدم لك استقالتي يا استاذ كيف يا اخي؟ طالب قدري كده يا اخي قد ولدي كده بيضحكني قدام الشفع ديل بيهزيني والشفع ديل بيضحكوا علي. انت كيف دايرني بالله افرض احترامي اذا كان الطلاب نفسهم ما محترمين؟ يعني دحين مقدم استقاله عشان كده؟ اي اسمع الله يوفقك. لو كل مدرس اخذته كلمتين كده ولا زعل طالب ولا رجع على طول يستقيل كان التعليم انتهى. يا وجيه الاستقاله لا 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 الكلام الفاضي. لا 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 ما ينفعش كده يا استاذ. لا الراجل ده معاه حق. ايه ده؟ هو انا مدرس عشا واتعب طول النهار واشتغل وحد يجي يهزقني وحد يضربني؟ ازاي انا بقى هحترم نفسي بعد كده؟ ازاي انا هبقى محترم بعد كده؟ ازاي انا بقى هوصل وافهم الناس دول؟ ودايرني بعد الكلام ده اسكت؟ ما قلت لك اسكت. مو انت لك حق؟ اي حقك عندي انا اجيب لك حقك. طب ازاي؟ استنى. ولا كلمه دحين. اي ها دحين اي هذا تعرفوا ليش اضربه؟ لانه هذا قليل الادب اللي ما يستحي. ها ما احترم المدرس حقه. اتكلم عليه وقال له هذا. ولا كلمة. تاني مرة أشوفك تقول كلمة ولا حاجة للأساتذة حقونك ما لك إلا كده. أي واحد فيكم يسوي اللي سواه حسوي فيه كده. فلكة وعصاية فلكة وعصاية. أضرب فصلك توه على طول. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فهمتوا ها؟ يلا عالفصل على طول. عالفصل ها؟ تتكلم عن أستاذ ها؟ تتكلم عن أستاذ ها؟ ها؟ أسمك أسمك على وشك. خلاص أسمك. تتوب؟ أتوب خلاص. تتوب خلاص؟ أتوب. مرة؟ مرة. هاي فكوه يلا. كلام فاضي. أوقف. خليك راجل. أوقف عليك. أوقف عند الأساس. أوقف. تعال نزل هنا. أسمع كلام فاضي وما تحترم الاستاذ حقك مالك الا هادي. مالك الا ايش؟ هادي وضرب على طول. فاهم؟ قول له استاذ اسف. قول له اسف. اسف استاذ. مرحب. قول له استاذ ثاني اسف. اسف. هذول يعلموك فاهم ولا ما انت فاهم؟ يلا على الفصل على طول. خذ اغراضك على الفصل. يلا امشي. بشويش على بيتك انت وهو بشويش. الله يصلحكم.